واحد بيقول كيف اقتني فضيلة التواضع وفي نفس الوقت احافظ على كرامتي امام الناس. السيد المسيح كان متواضعا وكانت له كرامته امام الناس وهيبته ووقاره. في فرق بين التواضع وصغر النفس. الانسان يكون متواضع يحترم غيره ويعامل الناس برقة مش بكبرياء ولا خيلاء، الناس هيحبوه ويحترموه. لكن مش معناها تواضع يعني يذل نفسه، لا، الذل شيء والتواضع شيء آخر. وبعدين صاحب السؤال بيقول وكيف أحافظ على حياتي الروحية وأنا مغترب وبدرس في الجامعة؟ يا ابني هو الدراسة في الجامعة تمنح حياتك الروحية؟ فيها ايه؟ ممكن تكون طالب في الجامعة وانسان مثالي في كل تصرفاتك، لا تخطئ ولا تسمح لأحد ان يخطئ اليك.